سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بشمس علم وفير برضا الله، تتلهف الناس على أنواره الفياضة حتى تستنير عقولهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله مما يقول من علم كتاب الله العزيز تفسيرا ومعنى للعامة والخاصة من شيخنا المبجل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. معنى زنا يعني إيه؟ وضع متاعه في غير حل، هذه الزنا. ليه؟ لأن ربنا شرع لالتقاء الذكر بالأنثى أشياء، إنه اللي عايزها يتجوزها ويخضع حاجته بالأبيض الجواز، لكن الجواز ده له تبعات قد لا تكون عند واحد وعنده شرى جنسي مش عنده، فيعمل ايه؟ يروح يزني. ما يزنيش الا في واحده برضو عندها الايه؟ ما عندهاش القدره، ما حدش قدم لها وعمل. فربنا شرع حد لهذه المساله علشان ايه؟ يحافظ على الاعراض. الحق سبحانه وتعالى لما حب المساله الجنسيه تنتهي شرع لها ايجاب وقبول من ولي الامر وامام الناس كلهم. ولذلك انت تلاحظ لو ان واحدا جاء فقال لي في ولد ابن كلب كل يوم يمر عشان يبص على الشباك ولا البلكونه للبنات بناتك، ماذا اصنع فيه؟ ان اغذلت فرتك فرتك. طب اذا جه الواحد ده وخبط على بابي كده وقال لي يا عم انا عايز بنتك اتجوزها ازغرطني، قال له ايه الفرق بين الاولى والثانيه دي؟ قال لك دي خدها بحق الله، فنزلت على نفسي بردا وسلاما. وما كانش يجي البنت كده اتمنى ان ربنا يبعت لها واحد يخبط عليا ويتجوزها. يبقى كلمه الحل من الله بتعمل ايه؟ بتدي راحه للنفس وتدي امل للام وللكل وللبنت ان يا ربنا يا رب. انما واحد يتلصص عليه لا. فيبقى الزنا معناها ان يضع متاعه في غير محلال، في غير محلل له. ودي بقى السنه عملت ان كان يعني مش محصن، يعني ما عندوش زوجه وهي ما عندهاش زوجه، يبقى نديلهم 100 جلدة. انما ان كان عنده زوجه وهي عندها زوج يبقى ما لهمش حاجه. طب ما انتوا عندكم مصرف حلال، ايه اللي يخليكم تروحوا للحرام؟ يبقى ده الرجم. طب هو ملوش زوجه نرجمه، وهي لها زوج نجلده، وهي لها زوج نرجمها. ان كان لهم ازواج الاثنين يترجموا الاثنين، ان كان واحد له زوج والثاني ملوش اللي ملوش نجلده واللي له نرجمه. ليه؟ قال لك عشان اصون اعراض المجتمع. ايه معنى صيانه اعراض المجتمع؟ هم قال لك علشان يبقى واحد يتمتع بواحده تبقى امام العالم كله وبوالدها، عشان الذريه تبقى محسوبه عليه، ما دام محسوبه عليه يقدر يعتني ايه؟ يعتني بها. انما ينمي نطفته في رحم غير حلال الله، ولما يا اما تموته يعني تجهضه عشان يا اما لو كانت قعدت ما قدرتش تجهد وولدت ترميه في اي حته، يبقى دي جنايه على النسل.
مش عايز سلطان، عايز الناس اللي خلط في الانساب محترم وكل واحد يحب الناس دي. لكن يلاحظ ان اللي هم بيهضوا نفسهم عندهمش ايمان قوي قوي، لانه رغم انه ارتكب جريمه عايز يرتكب جريمه تانيه في انه يقتل نفس احياها الله اللي رم اللي خلتها شويه احسن من الاولانيه، ولما وضعت رمتها في الايه في الشارع. ودول اتنين لهم صورتين، صوره ترميه في حته هي مظنت ان يجده الغير ويجد غير يكون مؤمن صالح، ولا عايزه بقى تروح رميها في اي حته. ولذلك تلاحظ ان الناس اللي بيجوا لقطه تجدهم داروا يا قدام كنيسه ان كانوا مسيحيين يا قدام مسجد. قال لك لان دول الناس الاتقيه اللي يقدروا ايه يرعوا حق الله في تربيه هذا الايه هذا اليتيم. نلاحظ بقى ان البنت لما تحمل من زنا ماذا تصنع؟ تدار من المجتمع وتوسع هدومها عشان ما حدش يدركها لحد ما الحمل يبقى واضح قوي، مش عايز حد يشوفها. لكن اللي حبلت من حلال يا سلام، ساعة ما تحمل الكل يعبر انها حبلت، وتمشي بقى تتدلع وتعمل ظهرها كده وتطبطب ولا يوعي تقوم، يا الله اكن ده حلال مشرف حاجه تفرح لانها جايه بطريق احله الله، ودي كانت بتدلع عشان ده طريق حرمه الايه؟ حرمه الحق سبحانه وتعالى. فبيقول لك بعدين ساعة ما يجي الواحد العقوبة، الجريمة فاتت لكن ساعة العقوبة يمكن الناس تحب تحن عليها، فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن إن أخذكم بها رأفة الغير يبقى يعملها إسوة أقولك هو يعملوا إيه يعني، علشان إيه؟ يبقى إذن حين يغلظوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله مش عايزة تتكرر، وعايز الكل يفهم إن حصل منه كده هيحصل له إيه؟ هيحصل له كده. شرب الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما هو الدليل على ذلك؟ فيه حدود لم يأتي بها نص قرآني، ولكن فيها اجتهاد من المسلمين. مسألة شرب الخمر ما وردش فيها حد شرع، يعني في الكتاب ما وردش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا أن سيدنا الإمام علي قال ترد علينا أمور لا نجد فيها لا كلام ربنا ولا كلام النبي، فماذا نصنع يا رسول الله؟ وضع المبدأ فقال اجمعوا لهم العباد واجعلوها شورى بينهم ولا تقضوه برأي واحد. دي المسألة اللي هي ايه؟ فالإمام علي لما جاء حد الشرب قالوا مش موجود في الله. قال الشرب بيعمل ايه؟ بيغيب العقل، يغيب العقل يهزي بغير حق، ومدام يهزي بغير حق يبقى نديله عقوبة القذف، لأن القذف رمى غيره بغير حق، يبقى ياخد عقوبة الايه؟ عقوبة القذف اللي هي 80 ايه؟ 80 جلدة. خدوها بالقياس، اسمه القياس، بالقياس أن تقيس شيء على شيء معلوم الحكم باشتراكهما في شيء واحد. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.